طبعا بلد جميل. عملت ايه بقى تاني؟ مش عارف كل شويه يجي لي نادي قصه القضيه دي تيجي على دماغي، ما بحبش ان انا انساها. يعني انا جبل لما اتهموك وقالوا ضربه جزاء وبن شرقي والقصه والحدوته والاعاده ظهرت بدل المره 1000 مره، لا اديني بقى مشاعرك ساعتها كده وقول لي انت كان احساسك ايه؟ كنت واثق ان ما فيهاش حاجه ولا جالك شك ولا الدنيا ايه؟ لا انا كنت واثق ان هي ما فيهاش حاجه، لان خالص. انا لان انا يعني هو اشرف، كان اشرف بن شرقي ذكي يعني من اللعيبه الاذكياء يعني، فهو عايز يدخل ال 18 ويحسس الحكم ان انا ماسكه، يدبسك. يدبسني يعني من الاخر. بس انا طلعت اذكى منه وسبت نفسي، لان سبت انا نفسك. عارف يعني انا عارف انا قريب من الكوره، وهو مسك عمال دراعي، يكتفك. مسك دراعي على اساس ان انا اللي اكون باين ان انا اللي ماسكه مش العكس. كل ده طبعا في اقل من ثواني. الثانيه، فانا قررت وقتها ان انا اسيب نفسي يعني، قررت وقتها راجل هتلاقيني اهو جايبك اهو. انا سبت نفسي وقعت، سبت نفسي وقعت، سبت نفسي وقعت، لان انا خلاص يعني مش عايز، لان هنا اهي ده قصة نهائي اهي. ايوه يعني الناس تفتكرك بحاجه كويسه طول طبعا حياتك. طبعا، بس برافو عليك انت هنا بتحللها صح. يعني انا يعني سبت هو نفسي، شد بص يا ايدك. كابتن، انا سبت نفسي في الاخر يا كابتن وقعت، لان انا لو كنت كملت جري معاه انا كنت ممكن اكعبله في رجله او مظبوط حاجه من صحيح. غير ما انا من غير ما يحصل اقصد. صدام. نعم. فانا سبت نفسي وكنت باعد رجلي حتى اللي ورا، لكن هي في الاخر ما يعني هي ما اتحسبتش، وهي فعلا ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه. انا ما فيهاش اتخضيت حاجه حتى كابتن جمال الغندور، وجمال غندور ده حبيبي يعني، فانا زمان شفته في تحليل وانا ما بنساش. فسالوه قال لهم يا جماعه طالما الفار ما جابش يبقى فيهاش بنالتي، ده اللي قاله جمال غندور اول ما، طالما الفار ما جابش يبقى فيهاش بنالتي، والاثنين متفقين الحكم والفار. بعدين شفته قريب فلقيته قال يا جماعه دي مش محتاجه ضربه جزاء واضحه، مش محتاجه يعني. فروحت مكلم، فكلمته على الايه المقابله الثانيه يعني، فقال لي اصلها واضحه. قلت له طب استنى اما ابعت لك ايه اللي انت قلته الاولاني. فرحت بعت له لا دي ده ما لا كابتن جمال ما تعرفش تكسبه في الكلام. قال طب الكلام اتغير في، قلت له اتغير في الاولاني، انت بتوضح انها مش بنالتي خالص والثانيه بتقول انها ضربه جزاء. تفضل بقى قعدنا ناخد وندي يجي ساعه في الكلام. قلت له كابتن جمال ما حدش بيعرف يغلبك في الكلام يعني ساعتها. لكن انا الحقيقه فعلا استغربت ساعتها انه البعض قال ان فيها ضربه جزاء والقصه اصلا بعيده خالص يعني. كابتن، انا لحد النهارده بمشي في الشارع الناس بتيجي تسالني هي ضربه جزاء ولا لا، لا والله. بامانه ضربه جزاء ولا لا، اقول له ما فيهاش حاجه يعني وانت خلاص، اصلا ما بتكذبش يعني والله خالص ما يعني. فيهاش اي حاجه خالص لا يعني، نهائي من غير ما هي تعرف ما فيهاش يعني. اي حاجه خالص، نعم. ويعني والحمد لله ان هي ما اتحسبتش يعني، لان هي طبعا كان ممكن هو اصلا يبان كان في معاه فار الفيديو، كمان. يعني كان ساعات ممكن الصوره تبان تبقى خادعه. ممكن تبقى خادعه والفار يجيبه في نعم. الاخر، كان ممكن موسيماني يحصل، بس علاقتك مش بيه ايه؟ موسيماني. لا كانت علاقه طيبه يعني، كانت جيده. علاقة كويسة يعني، كان على قناعات تامة بيك. جدا يعني، جدا من يوم ما دخل النادي لحد كمان يعني ما مشي يعني، هو عنده قناعة تامة بيا يعني. طيب